الو الو ايوه مساء الخير يا اسامه. مساء النور، ازيك؟ ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي، اسمي امل. امل النهارده تاني امل معايا. تاني امل معانا النهارده. ايوه امل، كم سنه؟ 50 سنه. متجوزه يا امل؟ متجوزه وعندي 3 ولاد، 3 متجوزين. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك. انا عندي مشكله كده صغيره. انا تحت امرك، اتفضلي. ربنا يخليك. انا جوزي كان صحابه كتير جدا. ففجأة جوزي حصلت له مشكلة. فما بقاش فيه غير واحد بس. يعني كل اصحابه الدايرة الحلوة اللي كانت حواليه دي بعد المرأة طبعا. اصحاب مصالح. ماشي. مش عايزة اقول لك هو كان بيقف جنبهم قد ايه. واحد بس اللي واقف جنب ولادي. عشان يحل المشكلة بتاع جوزي. الواحد ده بقى اكتشفت ان هو عشاني انا. يعني واقف مع ولادي عشاني انا. وانا مرات صاحبه. واقف مع ولادك علشانك انتي؟ ولا برضو زي اصحابه التانيين اول ما شاف الراجل مش موجود طمع في مراته؟ هو كده. هو كده يعني الوحيد اللي فضل جاي بطمع. كمان يعني الوحيد اللي فضل مع عم الولاد. ومع الولاد جاي بطمع، ومش عارفه على اقول لابني الكبير ولا لا. لما مشكلة جوزي تتفك أقول له. مش عارف. أنا بس مأذن من الأشكال دي. طيب هل ليك علاقة مباشرة بيه؟ لا خالص. بس هو طبعا جاب تليفوني من على تليفون مراته، لأن مراته صاحبتي. فاستغل بقى الفرصة إن جوزي مش موجود. وبيكلمك كل شوية. ده لسه رنن عليا حالا طبعا، وانا عامله بلوك. بس بيجيلي رساله طبعا ان هو، او بتجيلي كده حاجه ان هو اتصل. طيب يبقى خليك انت في البلوك اللطيف ده. ها؟ وما ترديش على نمر اساسا انت ما تعرفيهاش. لا انا اساسا ما عنديش الموضوع ده خالص، لان ممكن تقولي مثلا لا ده حد من حاجه موضوع تخص جوزي. لا ما ترديش على نمر ما تعرفيهاش، وخليكي عامله بلوك الزبون ده كده على طول. ولما جوزك يخرج بالسلامه يبقى يحلها بقى الف حلال. انا مع انك تقولي لجوزك، بس يطلع بالسلامه ويعدي على خير ويرجع لك تقولي له. بس يا سما انا مش عايزه احكي لك المشكله اللي فيها جوزي عشان هتقفلوا عليا التليفون. لا ليه، احنا ما بنقفلش التليفون على حد. لا يعني انما هل مثلا ممكن يكون مقيد الحريه، مش كده؟ هو مقيد الحريه بقى له شهرين بس. مقيد الحريه ليه يا اسامه؟ عشان لقيوا في بيتنا 150 مليون جنيه. لقيوا في بيتكم 150 مليون جنيه؟ بتوعه، واحد راجل شقيان بيشتغل تاجر. راجل اعمال. ما هو برضه ما حدش بيحط 150 مليون جنيه في البيت. يا استاذ يا اسامه، يعني واحد دلوقتي عشان يحط فلوسه في البنك. ماشي، ما هو بيتعامل بشغله بمبالغ بملايين. هيعرف يسحب ازاي من البنك؟ عموما انا طبعا مش فاهم ايه طبيعه عمله، ولكن اتمنى ان انتوا تقدروا تطلعوا من الازمه دي على خير، يعني باقل خساره ممكنه ويرجع. دول خدوا ذهبي والماظي كمان اللي في البيت. هو من الواضح ان كان في حد بيحبكوا قوي، يعني هو سبب المشكله. احنا طلعنا على كل القنوات اساسا اصلا. وعموما لما يكون حد شايل في بيته 150 مليون جنيه، يعني حد بيتعامل بالارقام دي، يبقى اكيد حواليه مرتزقه كتير وحواليه ناس كتير اصحاب مصالح. فتلاقي الاصدقاء اللي جايين اللي اختفوا فجاه، دول اختفوا خوفا من ان هم يتلطوا في الموضوع. اي عموما اقفلي تليفونك خالص، ما تستقبليش تليفونات تاني خالص من اي حد من ارقام غريبه، لحد ما جوزك باذن الله يطلع بالسلامه. ولما جوزك هم خدوا تليفوني اصلا، انا جايبه خط تاني لانهم خدوا حتى التليفون من البيت. حلو، ما ترديش على حد لحد ما جوزك يعدي ازمته دي على خير ويطلع بالسلامه. ولما يطلع بالسلامه باذن الله يبقى لينا كلام تاني ان شاء الله. تعالى بقى بص،
اصحابك طلعوا اي كلام كلهم، حتى الراجل اللي وقف كان بيكلمني كل شوية وانا كنت عامله له بلوك، عشان تبقى عارف الناس اللي كانت حواليك اللي انت كنت فرحان بيهم كانوا عاملين ازاي، علشان بعد كده ان شاء الله يكون في جيبه 150 جنيه مش 150 مليون جنيه، بس يحوط على زوجته وعلى اولاده ويعيش في هدوء وسلام.